والسداد والنجاح. تحية متواصلة لكل متابعينا الكرام عشاق الأصالة محبي سباقات الهجن العربية الأصيلة. أسعد الله صباحكم متابعينا ومشاهدينا الكرام. أجمل تحية من تحفة ميادين السباقات ميدان المرموم في انطلاق سباقات الهجن العربية الأصيلة والذي يأتي ضمن تمهيد المرموم مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وانطلاق هذه الأشواط وهذه السباقات والذي يأتي بالتوجيهات الكريمة لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله والدعم والرعاية التامة لانطلاقات هذه الرياضة العربية الأصيلة هنا على تحفة ميادين السباقات لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله ورعاه. تحية لكل متابعينا الكرام في يوم مميز يوم انطلاق هجن أصحاب السمو الشيوخ في هذا الظهور هنا على أرضية هذا الميدان وانطلاق التحديات في أول الأشواط الشوط الخاص بالإبكار المحليات الأصائل الذي يعلن انطلاقه هنا من هذه اللحظات. نذهب إلى المقدمة نتابع المراكز الأولى التي تحمل التحديات والانطلاقات الشاهينية في المركز الأول لهجن العاصفة مع غياث الهلالي بينما في المركز الثاني أيضا انطلاق الشاهينية لهجن العاصفة مع غياث الهلالي وثالث المراكز أيضا شاهينية أخرى تحمل التحدي والإثارة بشعار هجن العاصفة مع قيادة لغياث الهلالي بينما هنا في المركز الرابع نذهب إلى التواصل بوجود الشكل لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عبد الله بن ثعيلب الهاجري هناك على المركز الخامس الدخول القادم من الحذر لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوة الذي يتابع هذه الإثارة. نعود إلى المركز السابع والذي يحمل أيضا هناك في تحديات الصائل سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع عبيد بن شينان المري هنا على المركز السابع ظهور شهلول الهجن النايفات وراشد بن حمد بن حلفان المري وعلى المركز الثامن وصول شاهينية لهجن العاصفة مع غياث الهلالي بينما تاسعا تواجد المقدمة والانطلاق وهذه شاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن محمد بن روشد في هذه الانطلاقات وفي التحديات هناك على المركز العاشر القاهرة بالمركز العاشر لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم سلطان بن عبد الله بالشر الخاطري. هذه الأسماء هذه التحديات البداية الأولى لانطلاق هذه النوعيات المميزة التي تبشر دائما بوجود التحدي والإثارة على أرضية هذه الميادين وأرضية التحديات في هذه الرياضة العربية الأصيلة. ما شاء الله ثلاثية العاصفة شاهينية العاصفة وقيادة هنا ما شاء الله مقدمة شاهينية تبدأ بالتحدي والإثارة والتنافس لهجن العاصفة مع قيادة غياث الهلالي في هذه اللحظات الأولى والتي تعلن لحظات الاقتراب منها من مسافة 1200 التي تتواجد في هذه اللحظة هنا في المقدمة. المراكز الثلاثة الأولى الشاهينية أيضا لهجن العاصفة في القيادة وفي التحدي. هنا المركز الرابع تتواصل هنا الصائلة في المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع عبيد بن شينان المري وتظهر شهلولة في المركز الخامس لهجن نايفات مع انطلاقة راشد بن حمد بن حلفان المري. هذه الأسماء الأولى والإثارة التي تعلن ولكن هناك إصرار عاصفي شاهيني على المقدمة والمراكز الأولى في هذه اللحظات وتحقيق أول انتصارات ما شاء الله 4 كيلو ظهور مميز لهذه النوعيات على أرضية هذا الميدان لتأكيد البداية القوية لموسم مميز يحمل القوة والإثارة ويحمل المنافسة بكافة أشكالها هنا في هذه الانطلاقة. هناك المقدمة والشاهينية
المركز الأول، تغير تبدل ولكن يبقى الشعار عاصفي على المركز الأول من خلال هذه الأسماء التي تبدأ هنا في هذه اللحظة. المركز الثاني شاهينية أيضا لهجن العاصفة وشهلولة تقدمت إلى المركز الثالث لهجن النايفات مع وجود راشد بن حمد بن حلفان المري، والصايلة بالمركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع وجود أيضا التحدي و الإثارة هناك على المركز الأول. نعود إلى المقدمة إلى الصدارة، وسلام يا العاصفة سلام، سلام يا العاصفة سلام، ما شاء الله وتبارك الله. مشكور غياث الهلالي، طمن جماهيرك بأننا على الموعد دائما من خلال هذه الانطلاق. التهاني والناموس إلى هجن العاصفة ومالك سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم أيضا مع هذه اللحظات المميزة. وشكرا غياث الهلالي. شاهينية في المركز الأول لهجن العاصفة، والشاهينية في المركز الثاني أيضا لهجن العاصفة. المركز الثالث شهلولة في المركز الصايلة في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، شهلولة تأتي على المركز الرابع لهجن النايفات، ثم الشاهينية لهجن العاصفة في المركز الخامس. هذه المراكز والبداية الأولى، ونشوف لحظات الانطلاق ما شاء الله والمسار المميز الذي يحمل هذه البداية. وهذا خط النهاية هنا يقترب، وتقترب الشاهينية أيضا من هذه الانطلاقة. 5 دقائق 58 ثانية، 4 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن العاصفة، تهانينا لغياث الهلالي. بينما في المركز الثاني أيضا تواجد الشاهينية في المركز الثاني، تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لغياث الهلالي. 5 دقائق 58 ثانية، 6 من الأجزاء من الثواني. أما المركز الثالث فوجود صايلة في المركز الثالث أيضا، تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، تهانينا عبيد بن شينان المري. و6 دقائق 6 ثواني، 3 من الأجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم،